حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. موقع إخباري يتساءل، هل بدأ اتفاق الحديدة بالانهيار؟ من المواقع المحلية أيضا، رجل أعمال يتحدث عن لحظة دمار تجارته، تصاب بالرعب عندما ترى من لا تعرفهم وهم يدمرون ما بنيت. والبي بي سي يتحدث عن الرياضيين اليمنيين، قصة المنتخب اليمني من بين أغرب قصص كرة القدم. أهلا بكم. لاحظ أهالي منطقة تابعة لمحافظة أبين تردد عناصر من تنظيم القاعدة على وادي موجان بمنطقة خبر المراقشة، وأثار ذلك استغرابهم. وحين تم تفتيش المكان كانت النتائج بحسب عنوان صحيفة الأيام، حزام أبين يعثر على 1000 لغم وأسلحة متنوعة بالمراقشة. وقالت الصحيفة إنه تم العثور في محور ساحل أبين على 1000 لغم أرضي مضاد للأفراد وكمية من الأسلحة، بينها عبوات ناسفة وقذائف صاروخية من نوع RPG مدفونة في مخازن أرضية تقع بمنطقة تبعد نحو 9 كيلومترات من خبر المراقشة. وصرح محمد علي معمس قائد محور الساحل أن تلك الأسلحة تم العثور عليها بعد متابعات استمرت بضعة أشهر من تردد عناصر من تنظيم القاعدة على مناطق المراقشة. وأوضح معمس بأن هذه المنطقة كانت تؤوي في عام 2011 عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي، حيث أقاموا فيها معسكرا دائما لهم وحفروا فيها الأنفاق والمستودعات. قالت منظمة أوكسفام البريطانية إن اتفاق الأمم المتحدة للسلام في الحديدة بدأ بالانهيار، فيما قالت الأمم المتحدة إن الاتفاق هش يخضع لتفسيرات الطرفين، ما جعل موقع يمن مونيتور يتساءل، هل بدأ اتفاق الحديدة بالانهيار؟ ويستدل الموقع بما قالته دينا المأمون رئيسة قسم السياسات والمناصرة في العاصمة اليمنية صنعاء، من أن اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة الشهر الماضي بين الحكومة والحوثيين غامض للغاية. وقالت المأمون، هناك مشكلة في الاتفاق الفعلي وهو أمر غامض في الواقع. كان يجب على الأمم المتحدة أن توضح هذه القضايا الأساسية التي تكمن في صميم الاتفاقية، من يتسلم الميناء وممن. وبموجب شروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة، كان من المتوقع أن يسلم الحوثيون السيطرة على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى قوات الأمن المحلية وفقا للقانون اليمني. ومع ذلك اختلف الجانبين حول معنى النص. ما تريد وما يريد الناس، تحت هذا العنوان كتب توفيق سيف مقاله في صحيفة الشرق الأوسط. يعتقد توماس نيجل الفيلسوف الأمريكي المعاصر أن السؤال المحوري للفلسفة السياسية هو سؤال كيف نعيش معا في مجتمع سليم. هذا السؤال المغالي في التبسيط يراه نيجل من أكثر الأسئلة عسرا في تاريخ الفلسفة والأخلاق، ومن هنا فقد بدأ كتابه الشهير المساواة والتحيز بالإقرار بأن محور اهتمامه هو تفصيح السؤال وتوضيح إشكالته وليس التوصل إلى جواب. كي تحصل على ما تريد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الجانب الشخصي في المسألة، أي قرارك الخاص، كما تأخذ الجانب غير الشخصي الاجتماعي أو القيمي مثلا. في العلاقة بين الناس تظهر دائما هذه المعادلة الحرجة، ما تراه حقاً أو صحيحاً أو سائغاً قد يراه بقية المجتمع أو شريحة مؤثرة فيه باطلاً أو خطأً أو غير مقبول. أبسط الأمثلة هنا ارتداء الملابس التي تحبها لكن المجتمع لا يحبها. يمكن للإنسان أن يتنازل دائماً عن أي مطلب لا يرتضيه المجتمع، عندها سيكون في سلام مع الناس، لكنه لن يكون سعيداً لأنه ببساطة لا يحقق ذاته في أي شيء. كما يمكن العكس، أن تفعل كل ما يحلو لك حتى لو غضب الناس منك، عندها ستكون غريباً أو نشازاً في محيطك، وهذا بدوره يحرمك من فضائل الحياة الاجتماعية. ربما يقول قائل إن الحل في التوسط، أي أن تقبل بعض ما يريده المجتمع وتصر على بعض ما تريده، وهذا حل سهل في الكلام لكنه عسير جداً في التطبيق الواقعي، لأنك لا تستطيع وضع حد دقيق بين ما يستحق أن تتنازل عنه وما يجب أن تصر عليه، كما أنك لا تضمن أن المجتمع سيرضى بالقدر الذي تراه مناسباً. لهذا أرى أن توماس نيجل كان على حق حين قال إنه لا يملك الجواب، لأن الجواب ليس سهلاً على الإطلاق وربما لا يكون موجوداً أصلاً.
في ساعة متأخرة من مساء أمس، وبينما كان السجناء محاصرين بجدران معتقلات ميليشيا الحوثي، دخلت عناصر الميليشيا وأخذت تعتدي عليهم بالضرب المبرح دون أن يعرفوا أو يجدوا سببا لذلك. وعنوان موقع إخباري: ميليشيات الحوثي تقتحم السجن المركزي في ذمار وتعتدي بالضرب على السجناء. وقالت مصادر محلية للصحوانات إن ميليشيا الحوثي ومعهم مشرف السجن محمد الغرباني المدعو أبو زكريا ومشرف البحث الجنائي ومدير الأمن قاموا بالاعتداء على النزلاء، واستخدموا المسلحون الأسلحة والهراوات. السبب الذي لم يعرفه المعتقلون في البداية اتضح وفقا للموقع فيما بعد، حيث قالت مصادر إن الاعتداء جاء بعد أن أضرب المعتقلون عن الطعام احتجاجا على إعدام الحوثيين أحد المعتقلين وهو محمد الشطر. وطبقا للموقع فإن 20 سجينا نقلوا إلى المستشفى، فيما لا يزال 4 في حالة خطرة، حيث بلغ عدد نزلاء المعتقل 890 معتقلا، فيما طاقته الاستيعابية لا تتعدى النصف. وثقت الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة اليمنية صنعاء 89 منشأة تجارية وصناعية في أمانة العاصمة وحدها بتكلفة قدرها 1,373 مليون دولار أمريكي جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ 4 أعوام. ويتساءل موقع المشاهد نت: ماذا أبقت الحرب من اقتصاد اليمن؟ حيث يؤكد تقرير حصر الأضرار الذي أطلقته الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بمناسبة الذكرى 3 لقصف مقرها في منطقة الحصبة أن الحرب دمرت في أمانة العاصمة وحدها 81 منشأة تابعة لرجال الأعمال و7 منشآت تابعة لسيدات الأعمال، إضافة إلى مبنى الغرفة التجارية الصناعية. وقدرت الخسائر بأنها تجاوزت 1,300,000,000 مليون دولار كتكلفة لتدمير المباني والمعدات، دون أن تشمل خسائر توقف النشاط على مدى السنوات الأربع من الحرب التي دمرت اليمن. وحملت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء طرفي الحرب مسؤولية هذا الدمار وإلحاق الخسائر بالأرواح والممتلكات بكل أنواعها. يقول رجل أعمال المشاهد: إنه حين يقول صاحب أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية إنه خسر ملايين من الدولارات من رأس ماله نتيجة لتعرض منشأته للاستهداف، هو في الحقيقة يقطر دما من داخله. وأضاف: حين شاهدنا منشآتنا التي كانت تعج بالحركة والنشاط والإنتاج والعمال والعملاء تتعرض للقصف والدمار من قبل أشخاص لا نعرفهم وليس بيننا وبينهم خصومات على المستوى الشخصي، كانت قلوبنا تتكسر ألما وحسرة. غردي بثوبك. تحت هذا العنوان كتبت سما حسن مقالها المنشور في صحيفة العرب الجديد، مضيفة في جزء من المقال: ظهرت الفلسطينية رشيدة طليب بثوب تراثي فلسطيني في لحظة أدائها القسم في البرلمان الأمريكي بمناسبة تقلدها منصب نائب وعضو في مجلس الكونغرس. كما ظهرت طوال العام الملكة تورانيا بفساتين فخمة ملفتة، ما دعا مدونات أجنبية إلى نشر تقديرات خيالية لنفقاتها وأنها تحتل مركزاً متقدماً بين الملكات والأميرات في العالم في هذا المجال. وقد ثار جدل عن هذه الفساتين بين العامة وبين النقاد وفي وسائل الإعلام، فيما ارتدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فستاناً ظهرت فيه قبل 10 أعوام، وترد على منتقديها بقولها إنها قد تقلدت منصبها لتحل مشكلات الشعب وليس لتكون عارضة أزياء. بل إن طالباً هولندياً أجرى بحثاً تبين فيه أن ميركل ارتدت اللباس نفسه في 100 مناسبة. الأجدر بالمرأة العربية أن تحافظ على اللباس التقليدي في كل مناسبة وأن تحرص على اقتنائه وارتدائه، فالثوب الفلسطيني هو رمز للهوية والثقافة الفلسطينية، لكنه تعرض للسرقة من الاحتلال. وفي إشارة أخيرة لدعوة عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب للتغريد بالثوب الفلسطيني، فمعظم السيدات والفتيات قد ظهرن في مواقع التواصل الاجتماعي وهن يرتدين أثواباً وأزياء لا تمت للتطريز الفلسطيني الأصيل بصلة، فهو تطريز يدوي خالص ولا تدخل في صناعته الآلات، ففي ذلك خطورة تهدد الثوب الفلسطيني. ويجب الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على هويته، مثلما لم يعد معظم الناس يفرقون بين صورة المسجد الأقصى وقبة الصخرة. وأخيراً أيضاً، فإن البساطة في اللباس من علامات الجمال،
وليت كل سيدة عربية تتقلد منصبا أو تصبح في واجهة الشهرة تهتم بعملها في منصبها قبل أزيائها، والمستشارة الألمانية ميركل مجرد مثال. تشهد محافظة حضرموت منذ أيام كما تقول صحيفة العرب الجديد حركا سياسيا واجتماعيا لتثبيت الأمن في مديرية الوادي التي تشهد انفلاتا أمنيا طيلة السنوات الثلاث الماضية. تنقسم محافظة حضرموت إلى ساحل وواد. يخضع الساحل الذي تقع في إطاره مدينة المكلا لسيطرة المنطقة العسكرية الثانية وقوات النخبة الحضرمية التابعة للإمارات، بينما يقع وادي حضرموت تحت سيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى، وهي قوات ينتمي أفرادها لمختلف المحافظات اليمنية، في الوقت الذي يقتصر فيه التجنيد في ساحل حضرموت على أبناء المحافظة فقط وبدعم إماراتي. وفي إطار التحركات لتثبيت الأمن في وادي حضرموت، شهدت منطقة الريان شرقية مدينة المكلا اجتماعا الأحد الماضي ضم زعماء القبائل ووجهاء وأعيانا لمناقشة الوضع الأمني في الوادي وتوحيد الجهود السياسية والقبلية للضغط باتجاه فتح باب التجنيد لضبط الأمن في الوادي. وبالرغم من أن حضرموت كانت قد شهدت خلال العامين الماضيين تحركات مماثلة تطالب بتثبيت الأمن أو سيطرة قوات النخبة على كامل حضرموت، لكن ما يميز الحراك الأخير هو تصدره من قبل شخصية من خارج إطار الاستقطابات السياسية التقليدية في المحافظة والمتمثلة في المرجع القبلي عبد الله النهدي الذي قدم من السعودية إلى مدينة سيئون في نوفمبر الماضي، ورتب له حينها استقبال رسمي وشعبي قبل أن يتزعم وفدا لزعماء قبائل ووجهاء وأعيان من وادي حضرموت. قدم إلى المكلا قبل يومين للقاء البحثني لمناقشة قضية أمن الوادي. وتزامنا مع الحراك الذي تشهده حضرموت لحل المشكلة الأمنية، يحاول المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا استغلال الحراك لصالحه من خلال الترويج لمطلب بسط قوات النخبة الحضرمية نفوذها على كامل حضرموت وطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى. لعنة الأسد، تحت هذا العنوان كتب المفكر العربي برهان غليون مقاله في صحيفة العرب الجديد مضيفا: لم يدهشني أبدا استئناف بعض الحكومات العربية وعلى رأسها الإمارات المتحدة والبحرين، وربما قريبا حكومات أخرى علاقتها مع نظام الأسد. ليس لهذا التراجع العربي في نظري أي علاقة بالواقعية السياسية، فكما ذكرت أكثر من مرة ليس من الواقعية أن تقبل الدول حتى غير الديمقراطية وغير المؤمنة بحقوق الإنسان إعادة تأهيل رئيس لم يتردد في قتل مئات الآلاف من شعبه. قلت لم يدهشني تطبيع بعض الحكومات العربية مع الأسد، فهي تشترك معه في أمر كبير واحد هو افتقارها أي مفهوم للدولة والقانون، وقبل ذلك الاحترام لشعوبها وبالتالي لمفهوم الحق الذي هو معيار تقدم الحكومات الحديثة ومكمن شرفها. فالعدالة ليست من سمات سياساتنا نحن العرب في هذا العصر الذي قام على مفهوم الحق والعدل والكرامة والمساواة والالتزام بالعهود والمواثيق والقرارات. لكن لعنة الأسد التي رافقت الرئيس السوداني عمر البشير من دمشق إلى الخرطوم وقوضت أركان نظامه وسوف تطيحه لا محال بعد وقت، ستلاحق كل من يسير في طريقه ويقبل شرعنة الجريمة والدوس على ذاكرة الضحايا وتبييض وجه الخيانة والعار. أعرف أن مصالح الدول قد تقتضي صرف النظر عن حقوق الأفراد، وأن التغييرات العسكرية في السنة الماضية قد مكنت موسكو وطهران من إعادة وضع الأسد على السرج الممزق من جديد، لكن حسابات الحكومات العربية ستكون متسرعة جدا إذا اعتقدت أن النظام قد خرج منتصرا وكسب السباق. فلا يمكن لنظام أن ينتصر ضد شعبه وعليه، لأنه لن يكون بعد ذلك نظام وإنما عصابة قتلة. للأسف أقول لإخواني الخليجيين الذين أعرفهم وأقدر مخاوفهم وطموحاتهم أيضا، إن أسوأ مرشد للعمل السير وراء الأوهام والأهواء، وأنهم بفتحهم باب إعادة تأهيل المجرم ونظام الجريمة في دمشق كمن يوجه خنجره إلى صدره. وصف موقع إخباري بريطاني قصة المنتخب اليمني وإنجازاته بأنها من بين أغرب قصص كرة القدم، فبعض لاعبيه اختطفتهم الجماعات المتطرفة، وبعضهم لجأوا إلى الجبال للقتال، وآخرون لقوا حتفهم في الحرب التي تدمر البلاد. وعنونت شبكة البي بي سي:
كأس أمم آسيا 2019، المنتخب اليمني يتحدى الحرب بالأهداف. وقال التقرير الذي كتبه الصحفي تيم غوسلينغ من القسم الرياضي في بي بي سي، حقق المنتخب اليمني شبه معجزة عندما تأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا والبلاد تدمرها الحرب والمجاعة تهدد الملايين من أهلها. يلعب اليمن نهائيات كأس آسيا الجارية بالإمارات في مجموعة تضم إيران والعراق وفيتنام، وحظوظه في التأهل إلى الدور المقبل ضئيلة، ولكن حضوره يعد إنجازا في حد ذاته إذ يبعد اللاعبين قليلا عن دمار الحرب والمجاعة. اللاعبون يتلقون أموالا قليلة ويضطرون إلى العمل سائقين أو بائعين في المتاجر لتوفير لقمة العيش، وبعضهم التحق بجبهات القتال وقتل الكثير منهم في الحرب. يقول المدرب السلوفاكي كوتشيان إن لاعبيه يركزون على كرة القدم ويتجنبون الحديث عن الأوضاع في البلاد تماما، مثلما كان زملاؤه لا يتحدثون عن انقسام تشيكوسلوفاكيا. ولكن هذا لا يعني أنهم لا يشعرون بالمأساة التي يعيشها بلدهم. ويقول الحارس المخضرم محمد عياش إن اللاعبين يريدون من خلال تحقيق نتائج إيجابية منح الشعب اليمني بريقا من الأمل بعيدا عن فظائع الحرب التي تحيط بهم. حرية الصحافة حق بلا قيود والقانون يحميها. تحت هذا العنوان كتب عبد الرحمن علي مقاله المنشور في التغيير نت، مضيفا في أجزاء من المقال الذي يدور حول الصحافة في وجود الشرعية وليس في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا. وقال الكاتب: التحقيق ومحاكمة الصحفيين والإعلاميين أمام نيابة ومحكمة الصحافة مخالفة دستورية وقانونية تتناقض مع روح الدستور القائم على حرية الرأي والتعبير، ويعتبر ذلك الإجراء تهديداً وردعاً لجميع الصحفيين والإعلاميين ليتوقفوا عن النشر الإعلامي والصحفي، لأن حرية الصحافة يجب أن تكون كاملة وأي انتقاص هو إلغاء لها. القانون ينص على حماية الصحفيين وردع من ينتهك حرية الصحافة، ولا يوجد في نص قانوني يمنع ويقيد حرية الصحافة بأي قيود، وبمراجعة أي نصوص قانونية يتبين أنه يتم استثناء النقد الموضوعي البناء من أي مساءلة، والصحفي دوره هو النقد الموضوعي البناء، لأن طرح أي موضوع أو خلل هو من أجل تصحيحه والبناء وليس الخراب والتدمير. من يكمم حرية الصحافة هو من يدمر الوطن ويفسح المجال واسعا للاختلالات أن تستمر وتتطور حتى تحطم وطنا. كنا قبل سنوات في نقاش محتدم حول مشروعية إنشاء نيابة ومحكمة الصحافة باعتباره قيدا للصحفيين وإلغاء لحرية الصحافة. كان من يبرر مشروعيتها بأنها أنشئت لاحترام وتقدير الصحفي والإعلامي ومنع النيابات والمحاكم الأخرى بالتحقيق معه، وإلى آخر المبررات الذي يناقضها الواقع، حيث تسبب إنشاء نيابة ومحكمة الصحافة في فتح المجال واسعاً لجرجرة الصحفيين والإعلاميين إلى النيابات والمحاكم وحبسهم وتغريمهم بسبب ممارساتهم لحقهم الدستوري متمثلاً في حرية الرأي والتعبير ونشر آراء الشعب، وهذا خطأ جسيم. إذا كنا نرغب في بناء دولة عادلة ومنصفة وتحقيق تنمية شاملة، يستلزم حماية الصحفي وإفساح المجال واسعاً أمامه وفتح جميع الأبواب المغلقة لينشر كل ما يدور وينتقد وينصح ويشارك في بناء هذا الوطن الذي أثقل كاهله تراكم الخلل وتعاظم الفساد. تتعاون الطبيعة مع الإنسان حتى في الصور لتظهر تفاصيله أكثر جمالاً. منها هذه الصور من صحيفة الديلي تيليغراف، نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع.
وماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع أيضا. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.